المشهد الأكثر شيوعاً في منشية ناصر، ففي الأسفل ستجد مختلف أنواع القمامة، وإذا نظرت إلى أعلى ستشاهد أغلى وأرقى أنواع الحمام. تضاد غريب دفعنا للتعرف أكثر على تربية هذا الكائن الذي وصفه البعض بأنه رمز الحرب والسلام. أول دور قام به هو نقل الرسائل قبل اختراع الوسائل للاتصال، ولعل انفراد الحمام بخاصية الرجوع إلى المكان الذي تربى فيه مهما طال الفراق أكسبته انفرادا، لتصبح تربية الحمام غواية تنبت داخل صاحبها عشقا. أنا قلبي برج حمام، هجت حمام منه يلي عينيك كلام ليه الموضوع. العلاقة بين الحمام وصاحبه علاقة خاصة لا يمكن أن تفك شفراتها من بعيد، لذا استضافنا كوكا أشهر عشاق تربية الحمام. مواصفات الحمام، الحمام من الأنواع اللي هي الطيور اللي هي الطيبة جدا، حنين لدرجة أن ممكن فرد الحمام لو مراته ماتت ممكن يموت بعدها بأسبوع بعدها بيوم. في حب عند الحمام غريب شوية غير البشر، فدي مواصفات كلها خلتني ان انا حبيته. اولا الحمام ما يخونش صاحبه. انواع والوان واحجام لطائر الحمام، فاشهرها واغلاها الصافي الذي يصل سعره احيانا الى 20,000 جنيه، وبالرغم من كونه يشتهر بالحنان ودائما يستخدم للتعبير عن الحب، الا ان تربيته تعتمد على القلب المقدام. ممكن ياخد معايا سنة تدريبات قلب المقاصك فيه، ويبدأ ان انا اطيره في حاجة اسمها التماسي دي اللي هي وقت الغروب. ده اللي هو الحمام الجامد قوي اللي انا بثق فيه، اللي هو بيفتح له في وقت الغروب. ما في غواي كتير في مصر بس ما عندهمش حمام جامد. في ناس بيبقى دماغها جامدة قوي بتعرف تربي الحمام بتاعها كويس وتدربه كويس، فاللي قلبه جامد في الحمام بيتشهر ويبقى عنده حمام جامد. قلبك جامد عندك حمام جامد، قلبك ضعيف ما عندكش حمام. عادات وتقاليد وقوانين وضعتها الأسطح، فحرب الحمام شيء هام ومتعارف عليه، والتي بموجبها يقع الحمام أسيرا ولا يرد لصاحبه تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يختلف عن الرهان والسباقات. في عادات وتقاليد في الغية المصرية حاجة اسمها خصم. الخصم ده لو أنا مسكت فرد حمام من أي حد بقى ملكي، ولو هو مسك مني فرد حمام بقى ملكه. السباقات اللي احنا بنعملها دي اسمها رميات، المصطلح اللي هو بتاع الحمام بتاعنا اسمها رمية. الرمية دي بتبقى نظام عن أنا بجمع حمام من غيتي مثلا 200 فرد 300 فرد، وباخدهم من منطقة تانية بطيرهم، بيتختم كل فرد بالختم في الديل بالختم باسمي أنا كوكا. شارك كوكا في مجموعة من المسابقات العالمية، فهو ترك الثانوية العامة وذهب وراء طيره المفضل، وهو لا يهدف للمكسب المادي بل ما زال لديه بعض الآمال الخاصة بهذا الطائر والغية باعتبارهم ثروة وجاذبين للسياح من كافة أنحاء العالم. وزارة الشباب تعمل لنا رابطة لغواي الحمام في مصر، تنظم لنا الرهانات حرب الحمام اللي احنا بنعملها. بالمناسبة في كمية شباب كتير جداً غواي حمام، والحمام بيلهينا عن حاجات كتير، عن سجاير وعن 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 حاجات الاخ. احنا يعني انا بطلع الغي هنا بنسى حياتي كلها وبنسى نفسي، مش بفكر في اي حاجة غير في الحمام. فبتمنى ان وزارة الشباب تعمل لنا رابطة لمشجعي الحمام وتنظم لنا الرهانات بتاعتنا. اني على فكرة غيتي دي بتجي لي سياح من جميع انحاء العالم. انا اشتركت في معرض بيتعمل سنويا، خدت كاس، خدت مركز اول كاس في الحمام الغزار. ده نظام معرض، كل واحد بيودي فرد حمام بيكون شكله حلو وتقليبه حلو، نوع مثلا صافي مسود ابلق اطقاطي ريحاني كده اي نوع. يظن البعض أن تربية الحمام شيء سهل، ولكن ما رأيته من مهارات ولغة في الاتصال ربما تثبت أن هناك عنصراً آخراً لا يمكن أن نعرفه إلا بالخوض في التجربة الخاصة في عالم تربية الحمام. بسنت أكرم، النيل.